بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا الله بالصف الثالث الثانوي. أنا أستاذ عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله شباب مستمرين معاك وكتاب المواصع مش 24 الوحدة الخامسة الدرس الأول والثاني. النهاردة إن شاء الله نشتغل على الجرامر اللي جاي عليها أو القواعد. طبعا القواعد في الجزء ده شباب من الوحدة بتتكلم عن حاجة اسمها فريزل فيربس أو الأفعال الاصطلاحية. والأفعال الاصطلاحية هي عبارة عن أفعال يضاف إليها أحرف جر أو adverbs ظروف بتديها معنى جديد غير معناها الأصلي. تعتمد بنسبة كبيرة جدا في على الحفظ، يعني الحفظ هو الجزء الأساسي فيها كفعل اصطلاحي، لكن استخدامه في الجملة محتاج إنك أنت تفهم معنى الجملة. على بركة الله هنبدأ من 237 والعنوان قدامنا getting started. ابدأ بقى على بركة الله، نبدأ أول جملة بقولك فيها. نقول مرة كمان بسم الله الرحمن الرحيم. I think everyone will take، أنا أعتقد إن كل واحد will take إبا in the next meeting في الاجتماع القادم. نقول place ولا way ولا part ولا apart. will take part in بمعنى يشارك فيه، ما أقدرش أقول take place بمعنى يحدث ولا take away. طبعا هنا تختلف معناها، take away معناها تقوم بعملية ترتيب لشيء معين، وعندي take apart يتنحى جانبا يعني. المهم إن عندي take part in بمعنى يشارك فيه. سويتش وجاب فراغ بعدها all the devices before leaving the office. هنا بقى بقول لك اطفي، يبقى نقول ايه بقى؟ سويتش اوف. ما اقدرش اقول اون هنا لان معناه يشغل، ولا تو ولا اب. ليتس لوك وفراغ بعدها نيو ويز اوف وركينج، يبقى ايه بقى؟ يبقى اقول ليتس لوك انتو، عايز اقول ايه؟ دعنا نتحقق من كذا او نبحث في كذا، عايز يدور على طرق جديده للعمل. ماشي، يبحث عن يعني لوك انتو هنا معناها ايه؟ يقوم بالتحقق من كذا او التحقيق في كذا. ما تنفعش هنا بقى حرف الجر اون او تو او باك، انا عايز المعنى اللي لسه قايله من شويه. فرقه ولا فيها يو دونت هاف تو تيرن يور كاميرا كذا اف يو دونت وانت تو ليف ات. ايه بيقول انت مش محتاج انك انت تعمل ايه الكاميرا بتاعتك، سيبها كذا. يبقى ده معنى ايه؟ مش محتاج انك انت تشغلها، سيبها مطفيه. يبقى تيرن اون مع اوف. ماشي، يعني احنا جملة على بعضها يو دونت هاف تو تيرن يور كاميرا اون، انت مش محتاج تشغل الكاميرا بتاعتك. تمام، if you don't want to، لو انت مش عايز، leave it off اتركها مطفيه. ما ينفعش انتو مع off او up مع on ولا up مع down. في خمسه ولا فيها at least I have this weekend to catch كذا with the school work، catch up with the school work I missed. بيقول على الاقل انا عندي الاسبوع ده فرصه ان هو يقدر يبقى يواكب يساير يلحق بالاعمال المدرسيه اللي كانت فاتته في الفتره اللي عدت. هنا بقى ما اقدرش اقول catch on ولا into ولا down. في ستة بقول فيها if you neglect your work، لو انت تجاهلت العمل بتاعك it's difficult to catch. هنا بقى اخد up لوحدها مش محتاجة with the for. تمام، لان كده بختم الجملة بيها، يبقى اخد ايه catch up بس، ما اقدرش اخد catch up with. catch up with محتاجة وراها تكملة زي ما حصل في الجملة خمسة، لكن catch up لوحدها مش محتاجة تكملة واقدر اقفل بيها جملة. ما اقدرش اقول down ولا out والاب ويز، خلاص احنا اثبتنا الاب ويز هنا مش تنفع في جمله سته لكنها نفعت في جمله رقم خمسه. نحرك الشاشه مره كمان علشان نخلي جمله رقم سبعه ظاهره قدامنا بطريقه افضل. طبعا المعاصر جايب لك كل جمله بيقول لك هي جايه منين، برضه جيم بيبقى جمله من مكان بيقول لك الجمله منين. سبعه بيقول ايه I asked her to turn her sound، انا طلبت منها انها ايه بقى الصوت بتاعها، نكمل but it was much too loud، لكنه كان عالي جدا. يبقى هو قال لها علي الصوت، وبعد ما علته بقى مزعج قوي. ما يقدرش اقول ان هو turn on بمعنى يشغل، turn into ولا turn down. turn on معناها يقلل الصوت يخفضه يعني، لا قال لها علي الصوت بس بعد كده قال لها انه عالي جدا. I asked my sister to look وفرق بعدها the baby for me. كده هو عايز يعتني بالطفل، يبقى look after. هنا بقى ما اقدرش اقول look قبل يبحث عن كلمه في قاموس او معناها، ولا لوك فور يبحث عن، ولا لوك لايك بمعنى يبدو مستكزة او يشبه كذا، مش تنفع يعني. هو هاز تيكن يور موبايل، مين اللي خد الموبايل بتاعك؟ راح قال له اي هافنت كذا يت، عايز يقول ايه؟ هو لحد دلوقتي ما عرفش، ما اكتشفش الحكايه، ما عرفش مين اللي خد الموبايل بتاعه. طب نقول كوت اب اللي هي جايه من كاتش اب، ولا كوت اب ويز اللي هي احنا لسه من شويه قايلينها كاتش اب ويز. فاوند اوت اكتشف، فاوند اوت ابود فيها حرف جر، اللي فيها حرف جر تمام ما ينفعش اجيبها في وجود يت، انا هاخد فاوند اوت بس. تمام، ليه بقى في وجود يت ما تنفعش؟ لان في حاجه غايبه هنا اللي هي الضمير المفعول بيه يعني،
مش موجود الضمير هنا اهو، مع وجود يت مش موجود الضمير، لكن في الجمله اللي جايه الضمير بقى موجود اهو، وادي يت موجود. الله يا مستر جايب الجمله من اخرها، ما هو بص فيها كده، هو هاز تيكن يور موبايل، هي هي، قال له اي هافنت. هنا بقول ايه؟ فاوند اوت اباوت ات يت، انا لحد دلوقتي ما اكتشفتش فيما يخص هذا الموبايل حاجه حتى الان، لسه ما عرفش مين اللي اخذه. فوق ما قدرناش ناخد غير فاوند اوت، ما قدرناش ناخد فاوند اوت اباوت عشان ما كانش فيه الضمير ات في وجود ات في وجود يت، خد بالك من دي تمام. لكن فوق طبعا يت صيته في نفي المضارع التام، ده اللي يهمني تمام. فوق ما كانتش موجوده ات، فما قدرتش اخد فاوند اوت اباوت في 9، لكن قدرت تاخدها في 10 وقلنا السبع. في حاجه بقول لك فيها وي هاف، وجرى بعدها all the roses in the garden، احنا جهزنا كل الورود اللي في الجنينه. there isn't any left، خلاص ما فيش تاني فاضل، يبقى ده معناه استهلكوهم كلهم، يبقى حاجه اسمها used up بمعنى استهلك، ليس warm up بمعنى يدفي، ولا set up تضع برنامج على جهاز، ولا work out يقوم بحل مشكله او مساله. to stay عشان تبقى او تظل كذا، means معناها not to go to bed at a normal time، يبقى اسمها stay up. stay up بمعنى يسهر، كده انت مش هتروح السرير في ميعاد مناسب، ما ينفعش ان بمعنى يقيم، ولا at ولا down. I typed and sent the email and soon logged off. نسخ الايميل وراح بعته بسرعه، راح طلع من النت. هذا المقصود بلوج اوف. هنا بقى ما اقدرش اقولها ان ولا اون ولا ات. My car broke، العربيه مالها بقى. And I had to take a taxi، وتحتى معناها ان ناخد تاكسي، يبقى العربيه عطلت، يبقى يقولها broke down وليس up او out او حتى into. حفظ الفريزل فيربس نقطه مهمه جدا في حل التدريبات، وترجمه معاني الجمله هو اللي بيفرق معانا في الاختيار انه فريزر فيرب اللي انا عايزه. خمس جمل فيها يو ار رايت تو، انت على صواب انك كذا. اللونجر بريك، فتره راحه اطول. بتوين ورك اورز، ما بين ساعات العمل. طيب عايز ايه هنا؟ باي باك، انت بتسدد دين. بلاج ان، بتوصل فيشه. جيفن هنا بمعنى يستسلم لي، وعندي اسك فور، يطلب. هي دي فول، والله انت عندك الحاجة انك انت تطلب فتره راحه اطول. Please turn كذا the TV while I am on the phone. عايزه يوطي الصوت، يبقى اسمها turn down، مش عايزه يطفيه، هو مش هطفيه تمام، ولا قال له شغله، ما اقدرش اقول له turn on، ما اقدرش اقول له شغله. اوف مش هي اللي انا عايزها، انا عايز اوف اللي فيها دبل اف. وturn up يرفع الصوت، مش معقول اقول له ارفع الصوت انا بتكلم في التليفون، لما اقول ايه turn down يخفض الصوت. Don't get nervous، ما تتوترش ما تتعصبش. calm down please، هدي بقى اعصابك بقى، اهدى اهدى. ما اقدرش اقول له come back ولا off ولا well. calm down بمعنى اهدى. I sit، وفرق بعدها on my trip. sit on وtrip، يبقى هنا هو بدأ الرحلة بتاعته اللي هي began to leave تمام، يبقى اقول ايه؟ I sit off on my trip at around 7، بدأ الرحلة بتاعته حوالي الساعة 7. ما اقدرش اقول to هنا هو ولا up ولا off، لان المعاني بتاعتها هتبقى مش متناسبة مع الجملة بتاعتي. حركنا الشاشة مرة كمان عشان نروح ل الجملة رقم 19. بيقول I had to، أنا كان يتحتم عليا، وفي رقم بعدها the power cable اللي هو الكابل بتاع الطاقة، to recharge the battery عشان يعيد شحن البطارية. طب هنا بيعمل ايه بقى؟ pay back يسدد، ولا plug in يوصل الفيشة، ولا give in زي ما قلنا مش هو السيستم، ولا ask for يطلب. هنا بقى ايه؟ plug in يوصل الفيشة. I had to، كان يتحتم عليا، the call as there is someone at the door. عمل ايه بقى في المكالمة او الاتصال؟ لان في حد على الباب، كان لازم يعلق المكالمة، يعمل حاجة اسمها hang up، مش give up يقلع عن، وليس hand in يسلم باليد، ولا blow up يفجر حاجة، لا انت كده بتعمل hang up، بتعلق المكالمة توقفها يعني. Would you pay your friend كذا the money you owe to him please، يبقى back، ممكن ترجع الفلوس اللي انت خدتها من صديقك لو سمحت. pay back بمعنى يسدد، ليست up ولا again ولا down. Everything finally، كل حاجة في الآخر، في النهاية اللي حصل لها. And I was over the moon، وأنا كنت طاير من الفرح. Took off، أقلع لو طيارة، أو خلع ملابسه. Turn up، على الصوت. Went on بمعنى استمر فيه. Work it out، عايز أقول لك إيه، الدنيا بقت تمام، كل حاجة بقت مظبوطة، الدنيا اتحلت، ماشي كله ماشي تمام، والحمد لله إنه بقى طاير من الفرح. Special case، حالات خاصة، هتبدأ مع جملة رقم 23. حوار ما بين اتنين. This is a difficult word، بيقول له دي كلمة صعبة. راح التاني قال له ايه؟ I know why don't you كذا، وعلامة استفهام. عايز يقول له ليه انت ما تدورش عليها في القاموس؟ طيب look of it، ولا look it for، ولا talk it up، ولا look it up. look it up، look it up معناها تبحث عنها في القاموس، تبحث عن معناها يعني. Which mobile phone have you decided on sir؟
ايه الموبايل اللي انت خلاص استقريت عليه، يعني اللي انت you are going to buy يعني. ما قلتش decided at ولا up ولا to. The secretary called وفرق بعدها the meeting because the manager was seriously ill. كده هي اجلت اللي اجلت البتاعه دي الاجتماع. يبقى هنا حاجه اسمها call off. call off بمعنى delay يؤجل. خلاص ليست of بف واحده ولا on ولا at. I expected my friend to help me. انا كنت متوقع من صديق ان هو يساعدني. But he let me down معناها خذلني. ما اقدرش اقول in لا off ولا to. The air hostess asked to fasten our seat belts. المضيفه الجويه طلبت ان احنا نثبت حزام الامام. The plane was about to take off. الطائره كانت على وشك الاقلاع. ليست over ولا up ولا out. I asked the petrol station attendant. طلب من العامل اللي موجود في محطة البنزين to the tank with petrol. يبقى fill up يملى التانك. لكن fill in يملى بيانات، تجيب لك ورقة ونقول لك اكتب. ليست fall off يقع ويسقط ولا fall away. في 29 I فراغ بعدها the documents الوثائق to the manager in person للمدير شخصيا. يبقى اداهم له باليد، يبقى اسمها handed in. ليست give up ولا hang up ولا blow up. I found some money in the street. وجدت بعض المال في الشارع. And I'm going to كذا to the police. عايز اقول هيسلمهم للشرطة. خلاص؟ يبقى hand it in. المفعول بيجي قبل حرف الجر. ده مكان ايه؟ مكان المفعول بيه هنا. ما اقدرش اجيب حرف الجر قبله زي hand in it غلط. turn it on و turn on out. لا طبعا turn it on بمعنى يشغل. انا مش هيشغل حاجة، ده هيودي الفلوس يسلمها باليد. حركنا الشاشة عشان جملة 31 تبقى ظاهرة معانا بطريقة أفضل. بيقول فيها to set off. set off معناها leave يا شباب. أي means to set off معناها to begin a journey، إن أنت تبدأ الرحلة بتاعتك. يبقى أنت كده بترحل بقى، تبدأ تغادر. ليس درايف يصل ولا finish winning ولا cook بمعنى يطول. في اللي بعدها بيقول فيها I have already installed the software. كلمة install إن معناها أنت قمت بتثبيت برنامج على الجهاز بتاعك ومعد للتشغيل خلاص. دي اللي احنا نعرفها بايه؟ we can use set up instead of installed بقى في الجمله دي. تمام؟ اللي هي set up انت بتعمل تسطيب للبرنامج بتجهزه على الايه؟ الجهاز بتاعك للتشغيل. ما اقدرش اقول set back ولا set down ولا set off. set back بمعنى يجلس للوراء، set down يجلس كان واقف وقعد، وست اوف بمعنى ليه لسه قايلينها من شويه. تمام؟ وادي عندي set up. هنا انت بقى ايه؟ عملت installing للبرنامج اللي انت هتشتغل عليه. The baby has dropped its toy. drop هنا بمعنى اسقط وجعها. ماشي؟ I'll pick it up. انا هلتقطها هجيبها له يعني. مش pick up it. لا لازم المفعول بيجي ما بين ال verb وال preposition بتاعه. وما تقدمش طبعا it على pick والكلام ده ولا it picked والكلام ده. لا pick it up ده مكان وترتيب هيبقى ايه؟ ال verb ثم المفعول به ثم ال preposition اللي جاي معه. في اربع جمل. We had only waited a little when he turned. احنا انتظرنا القليل فترة قليلة. When he turned up. When he arrived يعني. استنوا فترة على ما هو جاي. فعش اقول in ولا into ولا down. I was shocked because I didn't expect him to turn كذا my request. Turn down. Turn down هنا بمعنى refuse يعني. انا بصراحة اتصدمت ما كنتش متوقع ان هو يرفض الطلب بتاعه. تنفعش هنا up او in او into. The photo is small. الصورة صغيرة. It needs محتاجة ايه؟ محتاجة تتكبر. يبقى محتاج تعمل لها حاجة اسمها blowing up. كبرها. مش giving up الاقلاع عن ولا hang up تعليق ولا handing in التسليم باليد. لا دي blowing up. blow up هنا انت بتكبر الصورة. نبيل hurt his elbow in yesterday's tennis match. اصاب الكوع بتاعه. and had to وتحتم عليه انه يعمل ايه بقى؟ give in. give in بمعنى يستسلم يعني خلاص كده الماتش هينتهي هو خلاص استسلم زي ما هو. pay back يسدد لها. plug in يوصل فيشه. و ask for يطلب. I had to كان يتحتم عليه ايه بقى؟ the application form طلب اللحاق. with my personal data انت كده بتعمل حاجه اسمها fill in بتملى بيانات. مش fill up بتملى التانك العربيه ولا fall off بيقع ويسقط ولا put away. نتحرك مع الشاشه ونروح للجمله 39 اللي بتقول The sugar I had at home. السكر اللي كان عندي في البيت. ran كذا and I had to go out at midnight to buy some. السكر خلص. يبقى ran out. خلاص كده. تعال بقى نشوف دي. I ran out of sugar. اختلفت بقى.
هنا ما كنتش عايز غير حرف جر اوت بس، لكن هنا كنت عايز حرفين جر اوت مع اوف. اي ران اوت اوف، واجيب الشيء اللي بتكلم عنه شجر، خلصت سكر، وبالتالي تحتم عليه الخروج في المساء لشراء البعض. I have invited all my friends to the party. انا عزمت كل زمايلي الحال الحفله طبعا. But only a few of them showed up. Showed up بمعنى arrived. اللي جاء منهم او came يعني. بعض العدد قليل جدا. ما اقدرش اقول اون ولا اوف ولا داون. عنوان جديد يستحق ان احنا نرفع له الشاشه تبقى ظاهره قدامه. Check your understanding. عايزين نشوف انت قد ايه فهمت هذه القاعده. The shop assistant العامل اللي موجود في المحل talked me into buying. عندي انا المشكله took me into اللي هي عايز اقول لك ايه convinced me يعني اقنعه ان هو يشتري expensive t-shirt. t-shirt غالي جدا. This means that ان هو يبقى allowed me to buy سمح له بالشراء for a low price بسعر قليل. لا persuaded me to come again قال له يا عم تعالى تاني اقنعه ان هو يجي ده مره تاني for a better collection في مجموعه هتبقى افضل من دي. ولا convinced me to buy it اقنعني ان انا اشتري هي دي. يبقى هنا هو كلمه talked me into buying معناها convinced me to buy معناها اقنعني بالشراء وليس forced me to buy. هو ما اجبركش على الشراء هو اقنعك. فضل ايه دي هي مواصفاتها والله مش عارف ما سوى كده. When you want to stop a call for a short time انت عايز توقف مكالمه لفتره بسيطه and resume it shortly after وهتعيد بقى ان انت تكملها تاني يعني. يوم محتاج انت تعمل حاجه اسمها هانج اب. هانج اب معناها يعلق المكالمه يوقفها شويه. ليس سويتش اوف يطفي ولا تيرن اوف يطفي ولا بوت اواي. هنقول بقى which of the following is not correct من الجمله اللي جايه اللي الجرامر فيها غير دقيق. يبقى انا هو بيتكلم عن برضه الفريزل فيربس. The match ended when one of the two players give in to the other. طيب ماشي. طيب الترتيب هنا هو ترتيب حرف الجر مع المفعول به مكانه مش سليم. هو معنى الجمله ان المباراه انتهت لما واحد من اللاعبين استسلم للاخر. هنا بقى الجزء اللي هي بمعنى استسلم اللي هي جيف مع حرف الجر ان بمعنى استسلم. طالما في مفعول به يبقى نقول ايه؟ خلاص هقول جيف وبعد كده تو ذا اذر وتيجي ان في الاخر دي كده الصح. لكن هنا give into the other هنا دي بقى غلط. لا ما تنفعش. ده هيبقى الترتيب الصحيح كده. انا وضحت لك الجمله خلاص. The match ended when one of the two players gave in. Give in لمين؟ تمام كده. طيب بعد كده عندي ايه وبيلا. خلاص كده احنا اثبتنا ان سي هي الاجابه الوحيده الصحيحه في الجمله رقم 44. نجيبها على بعضها. The match ended when one of the two players gave to the other in بمعنى استسلم للاعب الاخر. نروح للجملة رقم 45. Which of the following doesn't have a phrasal verb. مين الجملة اللي جاية اللي ما فيش فيها phrasal verb؟ تعال نشوف. The charger is plugged in. Plugged in ده phrasal verb بمعنى الشاحن محطوط الفيشة بتاعته. Plug in ده phrasal verb. عمر looked at his sister. عمر نظر إلى أخته. تمام. هنا بقى look at دي معناها الطبيعي. يعني إيه معناها الطبيعي؟ يعني اللي هي بمعنى ينظر وده معناها. مش اداها حرف جر جديد مثلا زي لوك اب بمعنى لوك اب بمعنى يبحث الجانب في القاموس او لوك فور بمعنى يبحث عن او لوك افتر يعتني بيه. لوك ات هنا معناها الطبيعي اللي هو ينظر الى. يبقى كده الجمله دي هي اللي فيها الغلط. انا خلاص شطبتها لك. ماي موبايل سويتش اه سويتش اوف بمعنى مطفي. دي هي فريزل فيرب. اي نيو ذات ماي بي سي اللي هو الكمبيوتر بتاعها هاد بين ليفت اون. ليفت اون معناها اتساب شغال. بديل برضه صحيح. يبقى اللي كان فيها غلطه مين؟ اللي كان فيها غلطه في الجمله في الحرف بي. لا مش غلطه بمعنى غلطه قصدي ما فيش فيها فريزل فيرب يعني. طيب نحرك الشاشه مره كمان عشان نخلي الجمله 46 هي اللي ظاهره قدامنا. ماشي 46 اه فعلا 46 احنا واصلين لها. انا خشيت ان انا كنت سبت جمله. 46 بيقول لك فيها I am going to pick my uncle up. pick my uncle up معناها هروح اجيب عمي. from the airport من المطار. This means that I am going to ده معناه ان ايه بقى رايح اعمل ايه؟ say goodbye to my uncle at the airport. هودع عمي في المطار. لا ده انت رايح تجيبه. take my uncle from home to the airport and see him off. هاخده من البيت للمطار وبعدين اوده. لا ده انت رايح تجيبه. meet my uncle at the airport and take him to another place. رايح تقابل عمك في المطار وتاخده توديه مكان تاني.
go to the airport and travel with my uncle. راح المطار وسافر مع عمي. لا ما حصلش. هي meet my uncle at the airport and take him to another place. نروح بقى لتدريبات على قواعد سبق دراستها قبل كده. ماشي؟ وهي بيسميها هو feedback exercise، هي تدريبات بنظام التغذية الراجعة. يعني ايه؟ تدريبات على حاجة عدت. أول جملة في المجموعة دي واخدة رقم 47، بيقول لك some people بعض الناس. طيب have problems لديهم مشكلات while أثناء فراغ بعدها studying المذاكرة and it might help to get up، وممكن يفيد ان الواحد ينهض من مكانه قوم يعني and move around ويتحرك شوية. طيب ايه الضمير اللي انا اخده من دول؟ هو بيقول ايه some people بعض الناس، كلمة people الشباب تعامل معاملة زي انتهى الكلام. ما اقدرش اقول عليها هي ولا شي ولا وي لاني بيقول بعض الناس يعني هم، يبقى اقول they. she lost فراغ بعدها hope and decided to give up، فقدت الامل وقررت انها ايه يعني يقول لك ايه تتوقف تقلع عن الامل خلاص يعني فكرنا تبطل. انا محتاج انها ارتكل محتاج اداه، محتاج اقول هوب ان هوب ذا، لا انا محتاج مش محتاج اداه خلاص، لان كلمه هوب كلمه معنويه لا تحتاج امامها اي اداه. my brother and I انا واخويا and I usually depend on دايما ما بنعتمد كذا to face واحنا بنواجه everyday problems مشاكل اللي هي المشاكل اليوميه. طيب هو كده هو اخوه يعني دول اتنين، يبقى عندي في الضمائر زي. طيب اقولها ماي سيلف ده ضمير منعكس يعود على الذات انا يعني بنفسي، ذيم سيلز بانفسهم ده ضمير للغائب، اور سيلز بانفسنا ضمير للمتحدثين، بيقول لك واخويا وانا هي دي اور سيلف ضمير للمتحدثين ليست هيم سيلف هي ضمير غائب ليه. كده شباب انتهى تدريب القواعد كان قاعد درس اول والثاني من الوحده 5 المعاصر 2024، لكن تدمجنا معاك لم تنتهي بقى. ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.